الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا ولله الحمد والمنة بالأمس في دراسة القسم التاسع، وذكرنا أن هذا القسم من أكبر الأقسام، فيه المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف رحمه الله تعالى على الشرك الأصغر لأنه خفي، وكذلك على كفر النعمة، لأن هذا كثير من الكتاب والسنة على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا بد أن يكون كثير في كتاب التوحيد. نعم، من يذكر لي الأبواب التي أخذناها بالأمس؟ أي باب أخذنا بالأمس؟ نعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اجتماع الضدين في القلب. إذا أضاف النعمة إلى سبب صحيح، فهل هذا يصح أو لا يصح؟ ثبت كون هذا سبب، إما حسنا أو شرعا. يصح قلنا بشرطين. الشرط الأول ألا يتناسى شكر المنعم، والثاني أن يعتقد أن هذا سبب، فلو اعتقد أنه مؤثر بذاته شركة. نعم، غير من الأبواب أخذنا بالأمس. التسمي بقاضي القضاء وحاكم الحكام وملك الملوك، وسواء كان هذا باللغة العربية أو بغير اللغة العربية. وقلنا حكم التسمي هذا كبيرة من كبارته، وإن نوى أن هذا قاضي تعالى الله هذا كفر أكبر، وتعدي على جانب الربوبية. وهذا فيه الرد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه لتوحيد الألوهية فقط، فيه ربوبية وفيه أسماء صفات على ما تقدم معنا. لكن إن قيد هذا بالزمان أو مكان أو طائفة يصح، لكن الأولى تركه، أنه لعله مع كثرة الاستعمال لا يذكر هذا القيد. نعم، غير سب الدهر وسب الريح. قلنا أقسام الكلام عن الدهر ثلاثة. الأول أن يسب الدهر عن اعتقاد أن الدهر هو المؤثر بذاته، وهذا اعتقاد الجاهلية، هذا شرك أكبر. أن يسب الدهر على اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والمقلب والمصرف، لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره. قلنا يقول لزوجته أسود يوم في حياتي يوم التقينا مثلا، فهذا محرم وسفه ونقص في العقل. الثالث خبر محض، هذا يوم عصيب، هذا اليوم شديد البرد شديد الحر، تعبنا من حر هذا اليوم، يصح. الدهر قلنا ليس من أسماء الله، دل عليه الحديث والآية كذلك، وأسماء الله حسنى وأسماء الله مشتبقة وليست جامدة، ومن جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. وأنا الدهر أي مقلبه ومصرفه والآمر له. وقلنا مثله سب الأيام والساعات والزمن غدار وغيرها وغيره. أي النهي لا، أن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر، وما شاء الله وحده كمال، وما شاء الله ثم شئت جائز، وما ينبغي أن يقول من قيل له ما شاء الله وشئت. لو قال لك إنسان ما شاء الله وشئت ماذا تقول؟ أجعل لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم. باب من هزل يعني سخر واستهزأ ورآه لعبا وليس جدا، وهذا قلنا من أخطر الأبواب، وأن الكفر كفران، كفر إعراب وكفر معارض، فالمستهزئ كفر وكفر معارض، مثل كفر أبو جهل. هل تقبل توبته أم لا المستهزئ؟ الحنابلة قلنا لا تقبل توبته ونقتله، والله سبحانه وتعالى أعلم بتوبته. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح أن تقبل توبته بشروط التوبة يضاف عليه الندم والتبرأ مما قال ويثني على الله سبحانه وتعالى. وإن كان ساب للنبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل على أنه مسلم، وإن كان ساب لله سبحانه وتعالى تقبل توبته ويقتل، هل معنى هذا أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حق الله؟ لا، لكن هذا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصارم المسلوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلق به حق أنه بشر من البشر.
فعلمنا أن حق الله حقوق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو، وحقوق العباد مبني على المشاح، فيقتل على أنه مسلم لأنه ساب للنبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ طيب المسألة إذا كانت بينة واضحة، سب للرب للدين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا يكفر ولا شك في كفر. وهذا الذين يدافعون عنهم وكذا، يعني هذا كله باطل ولا شك في بطلان، لا يعرف شيء من الدين إلا هذا. كان المفروض قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والذي يسمع السب والاستهزاء أما أن ينكر أو إذا بقي وأقر هو مثل السب. نعم. وقلنا ماذا تصنع؟ تنشر الفتوى، توزع المطويات وكذا. والله نعم. فلما أتاهما صالحا، قلنا هذه الآية ذكرنا فيها فوائد. هو الذي خلقكم من نفس واحد آدم وجعل منها زوجها حواء آدم عليه الصلاة والسلام ليسكن إليه سبحانه وسكن مودواه. فلما ترشاها الفضل الكتاب والسنة كناعم استقبح ذكره ورد على من يذكر الناس بالقصص ويثير الشهوة عندهم. ولهذا أخواننا العلماء رحمه الله تعالى منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميع يذكر لا يمكن نذكر هذه المسائل، وهذا خلل عند بعض الطلاب هدانا الله إياه أنه يتكلم بهذه المسائل، مسائل الزواج والنساء كذا، لأن الإنسان إذا ذكر له طعام اشتهى وتاقت إليه نفسه، فما بالك بذكر النساء. فلا يصح، قال جنبوا ما جالسنا ذكر شهوة الفرج شهوة الفم. طالب العلم ما يتكلم بهذه المسائل إطلاقا، حتى كتاب النكاح ما يدرس الآن. نعم يا أخي ابدأ بالمهم، ابدأ بالتوحيد، تكلم في كتاب النكاح وكذا. وبعض الطلاب سبحان الله هو مفتوه في نفسه ولد يفتن غيره، فأتي هذا أقول والله ما استطعت أن أدرس التوحيد، أفتح كتاب التوحيد أراه أمامي. طيب أنت مفتوه في نفسك، لماذا تخبر هذا يا أخي؟ أنت جئت إلى هذه المنطقة مثلا لطلب العلم، ما جئت تبحث عن زوجة وتتكلم في هذه المسألة. فأخواننا يعني مثل هذه المسائل يعني ما تأتي على طالب العلم، لأنه قد كثير أو يأتيك إنسان قال والله أخي أعوذ بالله عندنا في بلادنا نسأل الله السلام العافية يجتمعوا في يوم كذا ويصنعوا كذا ويصنعوا كذا وكل شيء بالمتجر. فهذا يقول جزاك الله أعوذ بالله أعوذ بالله. وبعد هذا يسافر، قد يسافر هذا المنطقة. صحيح يا أخي إنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة أي في شأن النساء، فما يمكن حال طلاب العلم أن يتكلموا في هذه المسائل. والله هل كان، أسألكم سؤال، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلموا في هذه المسائل؟ لا ولا يمكن. هذا يقول شيخ الإسلام وأدلة من الكتاب والسنة، من استطاع منكم الباء قال فليتزوج، ومن لم يستطع هذا يقول فتزوج اليوم سعادة، يقول لا ما أستطيع ولا بعد غد ولا بعد سنة. إذا ماذا تصنع؟ عليك بالصوم، عليك بغض البصر، عليك بقراءة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، عليك بزيارة القبور، زيارة الشرعية، عليك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى بالدعاء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. حال الطلاب في إشكال الله. فلا يعني هذه المسائل لا تصح ولا تليق يأتي وتكلم فيها. فضلا عن هذا يعني سوف يأتينا إن شاء الله تعالى كذلك حديث المتزوجين، يعني الآن هم متزوج للأحد عند زوج الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وعاشرهن بالمعروف. فلا صح أن يأتي ويقول والله أتزوج عليك، يعني إيش تريد؟ تريد تتزوج يا أخي تزوج، لماذا يعني تصبحها ليلة ونهار أتزوج عليك؟ هذا من سوء العشرة. صح؟ نعم سوء العشرة أم لا؟ نعم
حتى والله جاءني واحد في دراسة نواقض الإسلام، اسمع ماذا قال لي في نواقض الإسلام: من أبغض شيء مما جاء به الرسول ولا عمل به كفر. قال زوجتي تبغض التعدد، يعني كافر، يعني الحمد لله قال ارتحت منها. يا أخي هي ما هي مقرة بالحكم لكن من الغير وكذا ما تريد التعدد، فهذا مخالف الشريعة؟ لا، صبح عليه النهار تزوج تزوج ولا تزوج، هذا فما يصح، هذا من سوء العشرة. كذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في علاج المشاكل الزوجية كيف يكون، من يعرف؟ زوجين بينهم ما بس هل كيف نعالج مشاكل؟ أولا يتعامل مع زوجته على وفق الكتاب، وعاشرهن بالمعروف. نعم، المتعارف عليه بين الناس ما لم يخالف الشريعة. طيب حصل إشكال بينهم، إيش يصنع؟ إن أساء أبو خلق رضي منها خلقا آخر، هذا سخط منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرق مؤمن مؤمن، سخط منها خلقا رضي منها آخر، تريد صديقا لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان؟ ما يمكن، هي كما أنها تتحمل بعض الأشياء فيك أن تتحمل بعض الأشياء، إلا هناك أشياء ما يمكن أن يسكت عنها. لا تصلي، لا ما يمكن. طيب حصل إشكال، إيش يصنع؟ ضرب صحيح، أجلس. نعم، ماذا يصنع؟ يعظها. كيف يعظها؟ يقول لها اسمعي، والله أتزوج عليك من هذا الليل، والله تتشردي والمحاكم والديك وأصنع فيك وأصنع فيك ولا مال عندك والليلة تنام الشارع. هذا فعظهن؟ لا، من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ، يرسل لها رسالة عبر الجوال أو رسالة في ورقة حمراء فيها قلم. نعم، يكتب لها آية أو حديث يذكرها بالله، صح؟ نعم، هذا الوعظ، غيره زجر ولا وعظ. ما تتعب أصلاً عندما يقول أصنع فيك وأصنع فيك، تقول إن شاء الله. إن اتعظت تعظ بالكتاب والسنة وقالت خلاص يا زوجي أتوب، ماذا يقول لها؟ ها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. قال لا باقي لسه 10 أيام إن شاء الله ما أكلم وأصنع فيك، يصح؟ لا. فإن لم تتعد يهجرها في السلام، أهجرها في الفراش، لكن في البيت مو خارج البيت. طيب ما علينا، ما أريد أن أذكر هذا. بعد هذا إن اتعظت وقالت تبت، قال خلاص الحمد لله انتهينا، ما يزيد، يعني ما يزيد يقول لا تذكري ماذا قلت لي بالأمس، ثم عندما قلت لك كذا قلت كذا، وعندما ما يصح، صح؟ نعم، قلت لا يصح. الثالث ضرب، فاضربهن، لكن كيف يضربها؟ هكذا آخر مرة، تقول خلاص آخر مرة. نعم، هي يعني ما يمكن أن يضربها مثل ما يضرب الكلب، صحيح؟ نعم، يقولها العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه إشارة فقط، آخر مرة تقول آخر مرة، انتهى. نعم، بعد هذا إذا ما حلت المشاكل، طبعا المشكلة مو من أجل أنه ما صنعت له كاس شاي وكذا، لا، مشكلة عويصة يعني تكون،
نعم في أشياء خطيرة جدا. يأتي بحكم من أهلي وحكم من أهلي، اشترط في الحكم أن يكون من أهلي ومن أهلي، هذا من أهلي وهذا من أهلي، ويكون رجل لا أنثى، ويكون يريد الإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تعرف الآن في بعض الناس ما يريد الإصلاح أصلا، صح؟ نعم. الأعمش رحمه الله تخاصم هو وزوجته، فجاء برجل، عندما جاء هذا الرجل الأعمش ذهب إلى هذا الرجل قال أريد أن تصلح بيني وبين زوجتي، تعال. فجاء به إلى البيت، دخل هذا الرجل البيت وجمع الأعمش الزوجة، فقال للزوجة، قال لا يضرك ما فيه من يعني قبح في وجهي ودقة ساقي وضخم كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له الأعمش قم قبحك الله، والله قد أعلمت بأشياء لم تكن تعلمها، قم تريد الصلاح؟ صحيح، رجل يريد الصلاح ويعرف الأمور، يعرف الأمور. ما الأمور؟ الأمور اللي لابد فيها من اجتماع، والأمور اللي لابد فيها من افتراق. فقال الله لم يصنع تصنع لي كان يعني كوب شاي، يقول يا أخي سبحان الله جئت بي من أجل هذا، يا أخي لا يفرق مؤمن مؤمن. قال ما تصلي؟ يقول لا، هذا أمر خطير جدا، إما أن تصلي أو الفراق. نعم تصنع كذا، ففي أمور يعرف هذا كيف يجمع وكيف يفرق. نعم طيب، فهذه الأمور إخواننا طالب العلم لا يبحث المسألة. المتزوج الآن لابد من حسن العشرة، ولا أنه يكرر عليها ليل ونهار، هذا ما يجوز. بعد هذا عندنا مسائل، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم. أي علم؟ ليس كل العلم الذي يجب عليه. هذا يريد التجارة، الآن يجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع. أراد الحج، إذن يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا. أما أن يبحث في مسائل وكذا قد تثير لديه الشهوة، هذا إشكال كبير جدا، ولذلك قال جنبوا مجالسنا. طيب، فلما تغشى حملت حمل خفيف خفيف فمرت به، فلما أثقلت أي في آخر الحمل دعوا الله ربهما، ربوبية وألوهية، لأن أتيتنا صالحا في الخلق وفي الخلق لنكونن من الشاكرين، وعد وذكرناكم بالأمس، ودائما الإنسان يتمنى، وإذا حصل له المطلوب بدأ يتردد ويبحث عن رخص ويبحث عن كذا. طيب، غير هذا من الأبواب، ذكر في هذا الباب أنه لا يصح تعبيد الأولاد لغير الله، إلا أن العلماء اختلفوا في عبد المطلب وقلنا وهو حرام، ورجحنا التحريم متشابه وعندنا نصوص محكمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن شيء مضى لها وعرف به، والكلام في باب الإنشاء في باب الأخبار، وأن هذه تسمية لا، هذا لقب وليس باسم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحد بهذا الاسم أو يقر على هذه التسمية، وغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، غير هذا. باب الحلف. باب حلف حلف. ما هو الباب؟ الحلف. الحلف مو باب الحلف غير الله؟ لا لا، ما هو الباب؟ علاقة بالحلف. باب الحلف. طيب، ما حكم الحلف بغير الله؟ شرك الأصغر. وقد يصل إلى الأكبر. الحلف بغير الله صادقة، ما حكم حلف بغير الله صادقة؟ شرك الأصغر. صادقا. شرك الأصغر. طيب، كاذبة. كاذبة. نعم. ما فرق شرك الأصغر. شرك أصغر. الحلف بالله صادقة. الحلف بالله صادقة عبادة جائز. جائز. الحلف بغير الله كاذب. ما فرق شرك الأصغر. الحلف بالله كاذب. الكبائر. الله يفتح عليك.
اجلس. غير هذا من الأبواب الأخوان إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. لا يقال عبدي وأمتي. باب أي النهي عن قول عبدي وأمتي. ماذا يقول؟ يقول غلامي غلامي وفتاي وفتاتي وغلامي. نعم الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا فيه إذلال للعبد. صح؟ نعم. نعم آخر. باب قوله تعالى فلما أتاها صار رجل وارث. أو قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا. فلا تجعل الله أندادا. أراد أن يبين أنه وهو الشبيه والنظير والمثيل اتخاذ الند مع الله سبحانه وتعالى. نعم غيره. استعملت لو قلنا ستة. اعتراض على الشرع، اعتراض على القدر، تحسر والندم. ماذا تقول؟ قدر الله ما شاء فعل. و احتجاج بقضاء القدر على المعائب لا على المصائب. هذه كل الأربع محرمة. في التمني بحسب المتمنى خبر محض. فتح الله عليك. النهي عن الاستثناء في الدعاء، هذا معنى الباب. النهي عن الاستثناء، لا يقول اللهم اغفر لي شيء، الله يهديك إن شاء الله، لا، يقول الله يهديك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ليسجم المسألة، يقطع. لماذا؟ لأنه كأن الداعي مستغني عن الله، أو أن هذا الأمر عظيم على الله، أو أن لله مكر. فتح الله عليك. لو قلت فتح الله عليك إن شاء الله لا يصح، استثناء. غيره يا أخوان، غيره من الأبواب. إنا لله وإنا إليه. نعم أخي. باب طاعة العلماء والأمراء. هذه في أعمال القلوب. وبعد هذا أمس أخذنا أبواب كثيرة. نعم. باب لا يسأل بوجه الله للجنة، لا يسأل بوجه الله إلا على المطالب، الجنة وما يؤدي إليها. اللهم إني أعوذ بوجهك من النار. يصح؟ نعم. هذا يؤدي للجنة. نعم يا أخي. لا يقال السلام على الله. النهي عن قول السلام على الله. ماذا نقول؟ نعم. ماذا نقول إذا؟ التحيات لله والصلوات الطيبة التشهد. لماذا لو قال السلام على الله؟ لأن الله هو السلام، ولا يدعى لشيء بالسلامة إلا وقابل النقص، والله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص واحد. أجلس فتح حالي. غير إخوان، غير من الأبواب. نعم. باب في من لم يقنع بالحلف بالله. أقسام الاقتناع بالحلف بالله قلنا قسمين. شرعي لا بد أن اقتنع، البين عن المدعي من على أنكر. ومن ناحية حسية قلنا أقسام خمسة: يعلم، يترجح، يتساوى الأمران. هذا يصدق. يترجح كذب، يعلم كذب، وهذا يكذب ولا يصدق. يتساوى ثمان يصدق. يصدق طبعا قلنا. نعم. فتح الله عليه. ما علاقة هذا أقسام اقتناع بالحلف بالله؟ لأن الحالف أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديه. إذا كنت عظيم الله تصدق. غير أخوان البقية وين؟ نعم. باب لا يرد من يسأل بالله، لأن السائل سالك بعظيم فتجيبه، إلا إذا كان فيه ضرر أو إعانة على منكر. وحكم السؤال قلنا محرم ومكروه. معنى السؤال بالله يسأل بالصيغة، أو سؤال يبيح الشر. ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. العلماء رحمه الله صنعوا لنا معروف، كيف نكافئهم على ما كان عليه السلف؟ الآن مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صنع علينا معروف، كيف نكافئه؟ ندعو له. تدعو له حتى تروا أنكم قد كافأتم. نعم. بعد هذا ما عندنا الذهاب يا إخوانا البقية. نعم. أخذنا سب الريح. سب الريح مثل سب الدهر. ماذا يقول؟ اللهم الدعاء الواحد. فتح الله عليه. وغير. نعم.
ولله الأسماء الحسنى. لله تقديم من حق التأخير يقول عن حصل. لله لا لغيره. الأسماء من السمى ومن السمو. الحسنى البالغة في الحسن أكمله. فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مساء. وذروا اتركوا يلحدون يشركون ادخلنا فيها ما ليس منها. يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. اجعلها دلع التمثيل يشتق منها أسماء الأصنام. انكار الأسماء كلها أو بعضها. نعم. احترام أسماء الله. قلنا أسماء الله تنقسم إلى قسمين. مختصة لا يصح تسمي بها إطلاقا. الله والرحمن رب العالمين. وأسماء غير مختصة يصح تسمي بها على أنها أعلام محض. فإن قصد بها الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. قالت امرأة العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم. وعندما سمي أبو الحكم قصد به الوصف فمنع. نعم فتح الله عليك. غير ما نبقى ما بقي شيء. نعم قلنا قصة الثلاثة من بني إسرائيل أن الله سبحانه أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في كتاب الله القصص ليست من باب القصص فقط باب العبرة والاتعاب حتى لا نسلك الذي سلب. وفرقنا بين الأعمى وصاحبه متعلق قبل أن تأتي النعمة وبعد أن تأتي النعمة قام بشكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح واعترف وقال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فتح الله عليه. وغير هذا. نعم باب ما جاء في لو كفى ما جاء فيه. نعم أين وصلنا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يظنون بالله الظن بالله ينقسم إلى قسمين. أن يظن بالله خيرا فيما يختص بنفسه وفيما يختص بغيره أو في هذا الكون. هذا الحال المؤمن. أن يظن بالله غير الحق. هذا ظن الكافر والمنافق. وذكرنا لكم فيما تقدم كان ابن القيم وظن بنفسك السوء تجدها كذاك يعني تمشي على الصراط المستقيم وخيرها كالمستحيل ليس فيها خير. وقل يا نفس ما هو كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل؟ لا والله. وكل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب سبحانه وتعالى. يظن بالله غير الحق فيما اختص بنفسه. يقول لا يتجاسر يقول ابن القيم أن يقول هذا بلسان لكن يقول نفسه التي بين جنبين تشهد عليه من ظنه بربه ظن السر. يظن أنه مبخوس الحق ناقص النصيب ولماذا أنا ليس عندي زوج وفلان عنده زوج ولماذا فلان عنده سيارة وليس عندي سيارة ولماذا فلان هو المسؤول عن الطلاب وأنا غير مسؤول ولماذا ولماذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك قال هل أنت سالم من ظن السوء؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيم. ما هو العلاج؟ العلاج الأول دراسة التوحيد لأن بدراسة التوحيد تعظم الله سبحانه وتعالى ولا تظن بالله إلا خير. الثاني تتوب إلى الله تستغفر تظن بنفسك السوء وظن بنفسك السوء تجدها كذاك خيرك المستحيل وتظن بالله خيرك وتعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن لأسوءك. فيما اختص بغيره في هذا الكون ضربنا لكم مثال يأتي إلى المريض في المستشفى ويقول له مسكين ما تستاهل قطعت قلبي والله ما بليت حيل والله مثلك المفروض يكرم أنا والله لو لدي من الأمر شيء لصنعت لك شكاية والله بس أنت تعب
أنا لو كنت يعني فقط عندي أي مسؤولية في الدولة لا صنعت لك، أنا ما أستطيع أن أصنع لك شيء، ولا مثلك والله أكره، ما يستحق، ما تستحق أنت هذا. سبحان الله، كأن هذا أرحم به من الله. أما الثاني يذكره بالنصوص من الكتاب والسنة بالصبر واحتساب الأجر، وأن الله إذا أحب عبدا يقول الله يحبك، أحب عبدا ابتلى، فمن رضي فله ارضى، تنال الرضا من الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم شجع كسرت رباعيته وسحب وكذا وكذا، وهذا دليل على إرادة الله لعبد الخير، وهذا تكفير الذنوب تكثير الحسنات. كيف يخرج من عنده؟ راضي بالقضاء قدر، قد لا يشعر بهذا الألم كله، مفهوم؟ أي نعم، فتح الله عليك. الثاني باب ما جاء في كفر منكري القدر، كفر أكبر، لأنه كل من أنكر قضاء القدر فكفر كفر أكبر، من أنكر ركن كان الإيمان. وأخذنا فيما تقدم أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، وهي تبرأس العلم أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب من قدر كل شيء لأن تقوم الساعة، فكل شيء مكتوب. المشيئة للعبد مشيئة وإرادة، نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعمال تابع له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون، الله خلق كل شيء. فتح الله عليك، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك، ترضى وتسلم. نعم، هذا ما جاء في المصورين. سبحان الله، يقول باب ما جاء في المصورين، هذا في كتب الفقهاء لعله خطأ بعض النسخ، ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد يا رجل؟ الربوبية. سبحان الله، مش علاقة التصوير يا أخوانا بالتوحيد، ما علاقة التصوير بالتوحيد؟ الله أعلم أنه خطأ بعض النسخ أو هذا الطبع من أين أخذ؟ لعلك طبعت من كتب الفقهاء درس التوحيد. لماذا أخواننا، لماذا أقول باب ما جاء في المصورين؟ نعم يا أخي، فتح الله عليك. أول الشرك حدث في الأرض بماذا؟ صوروا تماثيلهم. إذن هذا أول شرك بالتصوير والتماثيل. الثاني أن التصوير خلق وإبداع وفيه تعدي على جانب ربوبية. من قال انه خطا؟ من؟ سبحان الله، كيف؟ اذن علاقه التصوير بالتوحيد ان اول شرك حدث في الارض بشبهه التصاوير والتماثيل، ولا بد من ازالتها. فالصوره اذا كانت صوره ماذا تصنع فيها؟ تطمس الوجه، واذا كانت تمثال تكسر الراس، مفهوم؟ طيب، وتعدي على جانب الربوبية، ارتاح من التصوير فوتوغرافي أو غيره، إلا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتصوير الفيديو للمحاضرات والدورات، لأن هذا فيه نفع، يقول هذا يصح ولا إشكال. اقتناء الصور، اقتناء الصور يعني يكون معك صورة في جيبك أو في المحفظة أو في الجوال. اقتناء الصور على صور، الصورة الأولى أن يكون الاقتناء للضرورة. هذا الأخ مع صورة فوتوغرافية، لماذا؟ قال أحتاج هذا الصور
تقديم الجواز السفر والبطاقة الشخصية، يصح؟ يصح ولا إشكال. أن يكون اقتناء الصور مما عمت به البلوى. كل النقود الآن فيها صور، لكن لا يجعل الصورة ظاهرة يطويها، إنه ما يستطيع تطمس الآن الصور، يكون إشكال كبير. فماذا تصنع؟ تطويها وتضعها في جيبك. أن يكون اقتناء الصور غير مقصود. تبع مثال هذا الأخ فقط جواز السفر، وضع إعلان، تلزم الحكومة بوضع إعلان في الجريدة أو المجلة، فهو الآن اشتغل مجلة أو الجريدة وفيها الصور، لكن هل قصد بشراء للمجلة أو الجريدة أن نظف الصور؟ لا، لأن فيها إعلان، وإلا لا تأخذ الجريدة أبداً ولا المجلة، لأن فيها أبراج وفيها أشكالات. طيب، أن يكون اقتناء الصور للتعظيم. لماذا تقتني الصور؟ قال صورة والدي، صورة جدي أضعها في المجلس. لماذا؟ قال آتي وأنظر وأتذكر ما كان عليه، ما كان يعظنا ويربينا وكذا، وأضع صورة الشيخ الألباني رحمه الله في جيبي. والله وجدت طالب من الطلاب هدانا الله إياه لديه صورة الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني ما كان يرضى بهذا، هذا قال لا تكلمني في هذا. لماذا؟ قال والله أنظر في صورة الشيخ أتذكر ما كان عليه من الدعوة السلفية إلى الله سبحانه وتعالى، ويزيد عند الإيمان. هذا فعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام. أن يكون اقتناء الصور للحنان. هذا الأخ قال أنا قبل أن أنا أنظر إلى صورة أمي وأخواني أقول يا سلام، أسأل الله يجمعنا يا أخي يا رب. يصح؟ لا يصح. أن يكون اقتناء الصور، نسأل الله السلام العافية، للتلذذ بالنظر إلى النساء والمردان وكذا، فهذا كبير. هذا اقتناء الصور. المصور، المصور له عقوبات خمس، واحدة منها تكفي أن تجعل التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، في النار وملعون، نسأل الله السلام العافية، واجعل له بكل صورة نفس يعذب بها المصور، ومن أشد الناس أو أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. خمس عقوبات، واحدة منها تكفي أن تجعل التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. يا أخي ارتاح ولا تصور، لا تصوير فوتوغرافي ولا غيره، مفهوم؟ نعم، إلا عند الضرورة وعلى ما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وبهذا والله ترتاح. طيب، لأن هذا الآن تصوير بالجوال ولا بكذا، يعني سألك الله يوم القيامة هل هذا تسمي ماذا؟ الآن تسمي إيش أنت؟ فوتوغرافية وكذا، تسمي تصوير، دع ما يريبك لا ما لا يريبك، صح؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه من النقصان ولعرضه من الوقيعة، مرتاح، مفهوم؟ تصوير ما له روح به. الأخ هذا أعجب بالمناظر الخلابة، يصور الجبال والبيوت والأنهار والأشجار، يصح، والسماء والجبال والثلوج، صور ولا إشكال، مفهوم؟ نعم. المصيبة في هذه الأيام مع هذه الأجهزة المتطورة، سمعت يتصل على أهلي طبعا عند الحجر الأسود، في الطواف، في السعي، في عرفة، في منى، في مزدلفة، رمي الجمار، في كل، قال والله أنا الصور كلها موجودة إن شاء الله تعالى، أرسلت بعضها على الواتساب، وإن شاء الله البقية عندما آتي إن شاء الله تعالى نصنع حفل ونخرج الصور هذه كاملة في حفل العودة من الحج، حتى يتغير اسمي من فلان إلى الحاج فلان. والله صدق، حتى يعني يرفع يديه هكذا ويرجع قد صور لي، إشكال.
إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجة العلم. صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا باب ما جاء فيه المصور خلق وإبداع وتعدي على جانب الربوبية. أول شيء حدث في الأرض شو تصور، ماذا نصنع في الصور؟ طمس وجه تحط تضع يقول هكذا خط على الرقبة، ماذا صنع؟ ما صنع شيء. تزيل معالم الوجه، تمثال تكسر الرأس، مفهوم؟ لكن انتبه، التماثيل وها كثيرة، هذه التماثيل يزيلها السلطان، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية. طيب، تصاوير وتماثيل، نعم. بعد هذا باب ما جاء في كثرة الحلب، باب ما جاء في كثرة الحلب. أنت اللي على عمود يا أخي، كاد المريب أن يقول أخذوني، أوقف أنت يا أخي، أوقف. نعم نعم، ما شاء الله وقفنا معك كلهم يعني قارب النوم. ماذا قال أي باب؟ ما علاقة الحلف بكتاب التوحيد؟ باب كثرة الحلف لابد أن يكون في كتب الفقهاء، كتاب الأيمان والنذور، صحيح؟ في كتب الفقهاء الأيمان والنذور. كثرة الحلف ما علاقة بالتوحيد؟ ليس له علاقة. فتح الله عليك، اجلس، لعله خطأ بعض النساخ، من يعرف؟ ما علاقة باب ما جاء في كثرة الحلف بكتاب التوحيد؟ نعم، أي نعم، ما علاقة كثرة الحلف؟ لأن كثرة الحلف تدل أنه ليس في قلب الحالف شيء من تعظيم الله، وتعظيم الله سبحانه وتعالى يقتضي الهيبة والخوف من الحلف، لأن الله قال سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، مفهوم؟ وجاء في ما يكون بعد القرون المفضلة قال يشهدون ولا يستشهدون، وأظهر فيهم السمع، وقال يخونون ولا يؤتمن. يشهدون إما أنهم شهداء زور، يعني مثل هذا اللي يقول حضرت دورة كتاب التوحيد شهادة زور، صح؟ اللي يقول حضرت دورة كتاب التوحيد لابد أن يجيب عن كل الأسئلة، وإلا كان شهادة الزور. الشيخ الأمين الشنقيطي ذكرنا له، سأله طالب قال ما شهادة الزور؟ قال تأخذها إذا تخرجت. هل معنى هذا أن كل طلاب الجامعة شهادتهم شهادة الزور؟ لا، هذا في السنة الرابعة ولا يعرف شهادة الزور. نعم، أجلس. جاءني طالب من الطلاب قال البارحة جاءتني بنتي بتقرير، تقرير شهري في المدارس، وقال وأخذت العلامة الكبرى في اللغة الإنجليزية، يقول تذكرت أن هذه هي شهادة الزور، فقلت هذه شهادة الزور لأنه ما تعرف شيء باللغة. المهم، كثرة الحلف تدل أن ليس في قلب الحالف شيء من تعظيم الله والتوحيد. ألف بعض العلماء رحمه الله تعالى كتابا في مال في أيمان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما له معنى إنها قليلة، قليلة جدا. واحفظوا أيمانكم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول مراتب حفظ اليمين أربع، مراتب حفظ اليمين أربع. واحفظوا أيمانكم، كيف نحفظ؟ أربع مراتب، ابتداء ووسط وانتهاء وألا نحلف إلا بالله. ابتداء لا تحلف إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة، مفهوم؟ هذا أول ابتداء، أنك لا تحلف، ومتى حلف تفي، هذا وسط. انتهاء إن لم تفي تكفر، فإخراج هذا الكفارة إذا لم يفي باليمين دليل على حفظه اليمين.
الرابع أن يحفظ اليمين بأن لا يحلف إلا بالله. هذه مراتب حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في مواضع ثلاثة. من يذكرها لي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في مواضع ثلاثة. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فتح الله عليكم. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبي عليه الصلاة والسلام. أخذ الله سبحانه وتعالى العهد عن العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا العهد والميثاق لابد من الوفاء به. سميت العقيدة بالعقيدة لأنك تعقد عقد مع الله سبحانه وتعالى بأن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم. باب ما جاء في التألي على الله وتحجر سعة فضل الله. التألي والتحجر. يمين أوقف. ماذا قلت؟ نعم. خليك واقف. الإقسام على الله له أقسام ثلاثة. الأول أن يقسم بما أقسم الله سبحانه وتعالى به أو بما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وهذا يدل على قوة الإيمان. يقسم مثلا يقول والله لا يقبل الله سبحانه وتعالى لمن أشرك به شيئا. نعم، هذا بما أخبر الله به وهذا جائز. الثاني أن يقسم على الله لماذا؟ يقسم على الله لقوة رجائه وتعلقه بالله وأن الله سبحانه وتعالى يخيره، لكن لابد أن يكون لديه من العمل ما اقتضي ذلك. مثاله هذا الأخ أراد أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فقال له هذا يا أخي ابقى في بلاد الكفر، الآن لديك هنا مثل بعض الناس اليوم أنا أسمع قال يا أخي سوريا اذهبوا إلى دولة كذا من دول الكفر يعطوك علاج وسكن و2000 يورو وكذا وكذا وتكون في بلاد وترتاح من هذه الإشكالات كلها والجنسية وكذا. قال والله ما أهاجر بلاد الكفر، أنا أريد أهاجر لبلاد الإسلام إلى بلدة كذا مثلا. أقول له يا أخي تضيع وما تحصل شيء. قال لا والله لا يضيعني الله. هاجر، تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومشى. تناديه يا إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي وهو لا يلتفت إليها. فشعرت أن هذا يعني ليس هو ما عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لابد أن هذا أمر من الله. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بهذا؟ يعني أمر من الله؟ فالتفت إليه هنا وقال نعم. قالت اذهب فوالله لا يضيعك. تظن أن الله مضيع وأنت تهاجر بلد الكفر بلد الإسلام؟ لا يمكن. فهذا إقسام على الله. مثال أيضا أنس بن النضر رضي الله عنه، الربيع أخت لأنس بن النضر رضي الله عنه،
كسرت هذه الربيع رضي الله عنها ثنية جارية من أنصار، فاحتكم الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تكسر ثنية الربيع السن بالسن. فجاء أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال نعم، كتاب الله قصاص. قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، هل هذا اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن أن يكون أنس اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقوة رجاء وتعلق بربه قال والله إن الله لا يضيعه. فعندما رأى الأنصار ما عليه أنس رضوا وأخذوا بلش الجنان، فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من شهد له الآن النبي عليه الصلاة والسلام، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، من؟ أنس ابن النضر رضي الله عنه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كيف لا، كيف لا وهذا أنس رضي الله عنه أكرم بكرام كرامات الأولياء، قال والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. كيف رجل في الدنيا يشم رائحة الجنة؟ قال هذه الجنة في أحد، أني أشم رائحة الجنة. عندما انتهت المعركة وجدوه لم يعرف أحد، أن الكفار في أحد مثلوا بالقتل، ومنهم أنس حمزة رضي الله عنه وأنس بن النضر رضي الله عنه، لم يعرف أحد إلا هذا الربيع عرفت ببنان قطع. نعم طيب، إذن القسم الثاني نقسم على الله لقوة رجاء وتعلق بربه، لكن لابد أن يكون لديه من العمل ما اقتضي ذلك، مثل أنس بن النضر رضي الله عنه. طيب الثالث هو المقصود في كتاب التوحيد هنا، الإقسام على الله والتألي على الله أو تحجر سعة فضل الله. يقول والله لا يغفر الله لفلان، غفر الذنوب بيد الله، بيد الله. أي نعم، يعني هذا الطاغية الآن لو تاب، تاب الله عليه. لو جاء الإنسان قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا تحجر سعة فضل الله. أي نعم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا أخي ترى إنسان على معصية، ترى إنسان على معصية، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تصنع أمرين، هذا ذكره الشيخ الإسلام، أمر تنكر عليه وأمر تحمد الله تقول الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك وفضل على كثير من خلق تفضيلا. والله هذا ليس بجدي واجتهاد، هذا من فضل ربي. إذا النظر لأهل المعاصي يكون من وجهين، وجه تنكر، وجه تحمد الله أن عافاك. إي والله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تنتبه أن بعض الناس يعني ينظر لأهل المعاصي ولا أحمد الله، أو ينظر لأهل المعاصي يقول شوف كيف يصنع وكذا وكذا ويتكلم ونحن على كذا وعلى كذا وعلى كذا. لا، نظر يقول شيخ الإسلام من وجهين، وجه تنكر ولا بد، وجه تحمد الله وتعلم أن هذا ليس بجدك واجتهاد، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم، باب لا يستشفع بالله، لأن هذا جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق، وهذا فيه تعدي عن التوحيد. نعم، بعد هذا باب حماية المصطفى. ثم أن المؤلف رحمه الله جاء بالقسم الأخير خاتمة، أراد أن يختم كتاب التوحيد، بحث والله أعلم، هذا من عندي، بحث وجد أن البخاري رحمه الله ختم بمال، من يعرف؟
أي كتاب ختم به البخاري رحمه الله؟ كتاب التوحيد. بدأ كتاب الإمام وبدأ خرج كتاب التوحيد. يا رجل متأكد؟ يقول البخاري ختم بكتاب التوحيد. معقول؟ هل يعقل هذا؟ ما يعقل. كيف يختم بكتاب التوحيد؟ هذا معنى أن البخاري يرى أن التوحيد آخر شيء. الله يفتح عليك. بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد. ختم الله لنا ولكم بالتوحيد. من قال مختم؟ من قال؟ اجلس. إذا بدأ البخاري بالتوحيد بأي باب؟ بأي كتاب؟ كتاب الإيمان. وبدأ الوحي. بدأ الوحي بالتوحيد وختم البخاري بالتوحيد تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد. هذا من فقه البخاري رحمه الله. تمام. أوقف. أي حديث ختم به البخاري؟ خليك واقف. نعم. قلت النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان. كلمتان خفيفتان على اللسان. نعم. ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمة. سبحان الله بحمده. سبحان الله. لماذا ختم البخاري بهذا الحديث؟ من يعرف؟ لا يعرف. لماذا ختم البخاري بهذا الحديث؟ ختم بالتوحيد تفاعل الله يختم له بالتوحيد. نعم شيخ، لأن الحديث غريب والرد يعني يدل على أنه الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب. أي. نعم. أجلس. أراد البخاري رحمه الله أن يحمد الله. حمد الله بقال النعم في آخر الكتاب. كيف يحمد الله؟ ما يمكن يحمد الله إلا بماذا؟ إلا بحديث. سبحان الله بحمد. قال يا رب لك الحمد. أتممت علي النعمة. أتميت الكتاب. سبحان الله العظيم. قال يا رب أنت العظيم. ولا يمكن لشيء أن يرتفع إلا إذا رفع الله. يرفع الكتاب. وكأنه يدعو يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. ويدعو الآن آخر كتاب يدعو. مفهوم؟ حبيبتان يا الرحمن. قال يا رب اجعل هذا الكتاب. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد نادى صحيح؟ وأحب أهل السماوات أحب أهل الأرض. كان يقول هذا يا رب يعني اجعل هذا الكتاب محبوب إلى الناس وأرفع به موازين يا رب. فهمت؟ هذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بخاري زمان. فجاء بهذا الباب وذكر فيه ثقل السماوات والأرض والعرش والكرسي. كان يقول يا رب ثقل الموازين بهذا الكتاب كتاب التوحيد كما ثقلت السماوات والأرض مثل البخاري. هذا سبب من الأسباب والله أعلم أنه ختم بهذا. السبب الثاني أراد أن يبين لك أنه مهما تعلمت ومهما عملت نعم ومهما دعوت فأنت لم تقم في التوحيد الواجب لله، لأن عمل العباد لابد يلحق شيء من النقص. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى لا تغتر في آخر الكتاب وتقول أنا الموحد. مفهوم؟ انتبه. نعم. فكان يقول لك انتبه. طيب هذا السبب الثاني. السبب الثالث والله أعلم أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وما قدر الله حق قدره. كان يقول لك هؤلاء الكفار نسأل الله السلامة والعافية كذلك أهل النفاق ما قدر الله حق قدره لأنه من قبح الشرك كونه مسبا لله. من قبح الشرك كونه مسبا لله.
فهؤلاء ما قدر الله حق قدره، فلا بد أن تدعو لتوحيد الله وتعلم الناس التوحيد وتحارب الشرك وأهل البراءة. مفهوم؟ على ما أخذنا من البراءة من الشرك وأهل البراءة. بهذا ختم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في نهاية القرآن المفيد أن قال ختم الله لنا ولكم بالتوحيد آمين، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يعني وجد في بعض النسخ قال والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الآن شرحنا ولله الحمد يعني جل المسائل التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى، مررنا على كل الأبواب، فماذا نصنع؟ يعني الآن انتهينا من الكتاب ولله الحمد ومررنا، وباقي بعض المسائل أعرف في القول المفيد مثلا، لكن المسائل التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ندرسها بإذن الله مررنا عليها كامل، إلا يعني لعلنا نسينا شيء. فماذا تصنع؟ تصنع يا أخي اليوم، هذا هو الجمعة، نريد بإذن الله في يوم الجمعة أن تبدأ بالدراسة. الآن هذا لا تعتبر دراسة، هذه الأيام الدوام، هذه كل يعني مقبلات. تبدأ من يوم الجمعة بالدراسة، تعيد الأصول الثلاثة تختبر فيها مرة أخرى، ثم القواعد أربع تختبر فيها مرة أخرى، ثم الدروس المهمة تختبر فيها مرة أخرى، تسمع الدروس وتعيد الاختبار، ثم كتاب التوحيد اختبار اختبار، تسع اختبارات موجودة والله أعلم، تختبر تسع وعشرة، عشر اختبارات والله أعلم، لا عشرة لأن القسم الأخير على قسمين، عشر اختبارات تقريبا. طيب نعم، ثم بعد هذا تبدأ بالواسطية، ترجع إلى بلادك وتعلم الناس الذي أنت موقن منه 100%، هذا تعلم، تشك 1% توقف ولا تتكلم، فتوى لا يمكن أن تفتي بكلمة، الإفتاء هيئة كبار العلم، وعلى هذا تسير بإذن الله. لو ضبطت هذه الكتب على ما ذكر مثلا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ فوزان رحمه الله جميعا، لو ضبطت هذه الكتب كتاب التوحيد والوسطية والعلوم، يا رجل تكون والله على خير كبير بإذن الله. لكن يعني لا تطيل على نفسك، يعني أنا أعرف أنه بعض الطلاب سبحان الله يبحث عن التطوير وكذا، قلنا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى هذا التطوير، أو لا يدرس شيء، خير الأمور الوسط، فتسير على هذه الطريقة بإذن الله، تستمر إلى أن تتم الكتب إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله يعني يكون لنا لقاء في نهاية الدورة إن شاء الله تعالى عن قريب بإذن الله تعالى. آخر الدورة إن شاء الله تعالى نأتيكم إن شاء الله كيف تكون الطريقة للدراسة وكذا. طيب طيب، هل هناك إشكال؟ بقي شيء في الأسئلة؟ البارح أخذنا هذا القسم، الآن نأخذ القسم. نعم. لأن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حدث الناس بما يعرفون، أورد هذا الأثر في باب الأسماء والصفات، ذكرنا هذا في الشرح، قلنا أنه قد يأتي إنسان مثلا يقول الاستواء، أهل الباطل يقولون الاستواء معناه كذا وكذا وكذا، واحتجوا بكذا وبكذا وبكذا، وهذا يسمع يخرج من عندك هو لا يعرف الآن، يقول لعل هذا الكلام حق. الآن مثلا حدث الناس بما يعرفه، هل يصح أن أأتي مثلا عند العوام وأقول لهم هناك من قال بأن الغنى حلال واستدل بكذا وكذا 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 وكذا، يصح ما يصح؟ قد يخرج من عندي هذا العامي حتى وإن ذكرت الأدلة على التحريم، يخرج من عندي هذا العامي. أنت تعرف الآن أن وقت ارتكابك للمعصية
لبس يلبس يلبس عليك الشيطان حتى يوقع. أوقع آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم حليم صحيح. فلا يمكن، يعني هناك مسائل ما تقال للعوام حتى طلاب العلم. باب جواز كتم العلم، مفهوم؟ حدث الناس بما يعرفون، لأنه قد يكذب. من السبب؟ أنت تخاطب الناس على قدر عقوله. ولذا قلنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا إذا رجع إلى بلاده يدرس ماذا؟ طحاوية، ما يدرس وسطية. طحاوية وسطية شيء واحد. نعم، فلا يمكن أن أتيهم وقل والله أدرسكم كذا، لا، حدثوا الناس بما يعرفون. عفوا، سؤال واحد. نعم، هل معناته أن في أسماء وصفات لا يجب؟ هو يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن العامي يكفي مطلق التصور، تتدرج به مثل ما قلنا، تتدرج، تتوسط بالواسطية، توسط تحمي بالحموية، ثم تدمر بالتدمير، وهكذا. يعني أول ما تبدأ مع العوام أصول ثلاثة، قواعد أربع، كتاب التوحيد، الواسطية، ثم كشف الشبهات أو كشف الشبهات قبل الواسطية، مفهوم؟ تتدرج بهذا تصل المعلومات. أما يا أخوان الآن لا، مثلا لو بدأنا أول ما بدأنا بكتاب التوحيد، هل أنا أعرف؟ ليس عندي شيء، لكن هل كانت الفائدة مثل ما هي الفائدة الآن؟ لا والله. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال الربان الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار، مفهوم؟ طيب، غير هذا. شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بكم، جزاكم الله خيرا. شيخ، بالنسبة للسؤال أن هناك لم ينكر إلا اليهودي على قول والكعبة، طيب، يقول هناك إشكال، لماذا لم ينكر هذا الحلف بغير الله إلا هذا؟ فيه أن الله سبحانه وتعالى قدر بقاء هذا الحلف بغير الله حتى تقام الحجة على اليهود. أنكروا على المسلمين، على بعض المسلمين، وقعوا في الأصل، وهم وقعوا الشرك أكبر. هذا لأن الإنسان إذا كان يعرف الأصغر من باب أولى أن يعرف الأكبر، مفهوم؟ أي نعم، في هذا امتحان واختبار، وأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يبقى شيء لحكمة أراده الله، منها أن هؤلاء اليهود قامت عليهم الحجة ينكرون الوقوع في الأصغر وهم وقعوا في الشرك الأكبر. هذا يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. غير هذا، غير هذا من أسئلة. نعم، شيخ بارك الله فيكم، فوائد ذكر العلة، فوائد ذكر العلة. الآن تذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة، لا تناجى اثنان دون الثالث، ما العلة وما الحكمة؟ فإن ذلك يحسن. طيب، لا تقول السلام على الله، ما العلة؟ لأن الله هو السلام. فوائد ذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة لها ثلاث فوائد. الأول، طمأنينة المكلف، يطمئن. أنا أقول لهذا امشي إلى ريزة، أقول لماذا؟ قال حتى تأتينا بالأوراق. قلت طيب حاضر، طمأنينة المكلف. الثاني، بيان سمو الشريعة أنها لا تأمر إلا بكل خير ومصلحة وفائدة. الثالث، القياس. الثالث، القياس. ما هو القياس؟ القياس هو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. الأصل الخمر، الفرع عصير مشكل. حكم الخمر تحريم، العلة الإسكار. فإذا كان عصير مشكل يسكر نلحقه بماذا؟ بالخمر. فإذا عرفنا العلة استطعنا أن نقيس عليه. العلة هنا في تحريم التناجي ما هو؟ الإضرار بالمسلم، أن يحزن. فكل شيء نقيس على هذا، على التناجي، كل شيء يحزن المسلم فهو محرم قياسا على التناجي، مفهوم؟ إذا فوائد ذكر العلة ثلاثة.
طمأنينة المكلف وبيان سمو الشريعة والقياس. لكن لو قال لك قائل ما العلة من أن نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر، نصوم في رمضان ولا نصوم في محرم، نحج في شهر واحد، وكذا وكذا وكذا، ما هي العلة؟ تجيب بالعلة التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أيهما أهم يا أخوان؟ الصلاة أهم. سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عللت بماذا؟ قالت كنا نؤمر. فأي واحد يسألك لماذا نصلي ولا نصلي كذا ونصوم كذا ولا نصوم كذا، تقول أنت عبد ليس لك إلا الرضا والتسليم، والله سبحانه وتعالى هو السيد، سيد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ليس لك إلا تقول سمعا وطاعة، صح؟ أي نعم. فعللت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه العلة مضطردة في كل نص من نصوص الكتاب والسنة، العلة التي عملت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تجيب بها، مفهوم؟ المهم أمس أخذنا كيفية الإجابة عن الرد على الشبه مجمل ومفصل، واليوم أخذنا كيفية الإجابة عن العلم. هذه خليها معك مضطربة، لأن بعض الناس يصنع أشياء وتسأل يا أخي لماذا تصنع هذه الأشياء؟ قال أنا حر، صح؟ كثير حتى في سب الرب تقول يا أخي لماذا تصنع؟ قال أنا حر، تقول له تعال يا أخي والله أنت لست بحر، أنت عبد عند الشيطان، استعبدك الشيطان. إذا فررت من عبودية الخالق وقعت في عبودية النفس والشيطان، فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. تقول والله أنت لست بحر، أنت عبد عند الشيطان، انتبه. صح أم لا؟ هي صحيح، خلقت حتى تكون عبد، فررت من هذه العبودية وقعت في عبودية النفس والشيطان، نسأل الله السلامة. طيب ما أخذت أمس سؤال؟ اللي ما سأل أمس سألت أمس؟ بسم الله. لا ضرب ما تضرب، قلنا الإنكار باليد يكون من السلطان، مفهوم؟ نعم. لا لا تضرب، أنا أعرف أنا ضرب، أنا أعرف. لا ما تضرب الله يرضى عنك، لا تضرب. نعم. بعض الناس قد يضرب هذا، نعم، يقتله ويصنع بيعها. أنت إيش تصنع؟ إما تنكر أو تنصرف، مفهوم؟ نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. غير نعم. قول أهل السنة في أهل الفترة، البارح قلنا هذا، قول أهل السنة والجماعة في أهل الفترة أنهم يختبرون يوم القيامة، أو هذا قول. القول الثاني كأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما هم فاعلون، يعني إذا جاءتهم الدعوة يبعث لهم يوم القيامة من يدعون الإسلام أسلم ودخل الجنة، ولا نسأل الله السلام عليهم في النار، مفهوم؟ طيب غير، لم تأخذ أسئلة أنت أمس؟ نعم. معنى المتشابه إذا ذكر وحده، يوصف القرآن بأنه متشابه، أي كل القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، مفهوم الآن؟ إذا وصف القرآن بأنه متشابه، كل ما فيه متشابه، فهذا معناه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، مفهوم؟ طيب،
ويوصف القرآن بأنه محكم. كل ما في القرآن محكم. ما معنى الإحكام هنا؟ الإحكام الإتقان. ويفسر هذا قول الله تعالى: كتاب فصلت آيات لا غير لا الله لا اصبر علي اصبر علي. ويفسر هذا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار لا كذب، وعدل في الأحكام لا جور ولا ظلم. فكل ما في القرآن صدق وعدل. إذن هذا معنى المحكمة، يعني في أن القرآن كله محكم. صدق في الأخبار لا كذب، وعدل في الأحكام لا جور ولا ظلم. مرة أخرى يوصف القرآن بأنه متشابه، كل ما فيه متشابه، أي يشبه بعضه وبعضه وصدق بعضه وبعضه. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، هذا كل الكتاب. ويوصف القرآن بأنه محكم، كل ما فيه محكم. الإحكام يفسر قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار لا كذب، وعادلا في الأحكام لا جور ولا ظلم. انتهينا؟ خلاص؟ طيب، بعد هذا يوصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه، كان في آية آل عمران. طيب، إذا ما معنى المحكم هنا والمتشابه؟ المحكم الذي اتضح معنا، يعني واضح المعنى، والمتشابه الذي خفي معنا. والخفاء هنا في المتشابه ينقسم إلى قسمين: تشابه مطلق وتشابه نسبي. هذا ينبني على قراءة الوقف والوصل في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. تقف، وما يعلم تأويله إلا الله تشابه مطلق، يعني لا يعلم إلا الله كيفية الصفات، كيفية ما عد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة مثلا. يعلم أحد؟ لا يعلم أحد. هذا تشابه مطلق. انتهى. التشابه النسبي ينبني على قراءة الوصف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. هذا تشابه نسبي، يعني يشتبه عند بعض الناس دون البعض الآخر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. هل قال هذا من باب العجب والغرور الترفع عن الناس؟ لا، أراد أن يبرهن ويثبت للناس أن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. مفهوم؟ يعني مثال الآن، أخذنا بعض الأمثلة الآن. بعض الناس يتبع المتشابه ويترك المحكم، فأتي أهل السنة ماذا يصنع؟ يقول: هذا المتشابه نرد له المحكم. إذن هؤلاء يعلمون تأويل. مفهوم؟ تعيد عليه هذا الكلام من جديد. المحكم يوصف القرآن بأن كل ما فيه محكم، والدليل كتاب محكمة آيات، تلك آيات الكتاب الحكيم. أي إحكام هنا يفسر قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار لا كذب، وعدل في الأحكام لا جور ولا ظلم. الثاني يوصف بأن القرآن كل ما فيه متشابه، والدليل الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويوصف بأن منه محكم ومنه المحكم هنا أي الذي اتضح معناه، والمتشابه الذي اختلف معناه. والاختلاف هنا أي المتشابه هنا ينقسم إلى قسمين: تشابه مطلق، هذا لا يعلم إلا الله، ينبني على قراءة الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. تأخذ كيفية الصفات وما عد الله سبحانه وتعالى المتقين في الجنة مثلا. تشابه نسبي الوصف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. منهم ابن عباس رضي الله عنه. مفهوم؟ هذا موجود في القول المفيد. صدق، ما عندي شيء بإذن الله، لو وجدت شيء زائد رده على طول، لا تقبل أبدا. نعم، مجلس غير. ما أخذت سؤال؟ أخذت؟ أجلس. اللي ما أخذ سؤال في الأمس
أخذت أمس؟ لا أخذ سؤالي. لا ما تعرف. أو شروط جواز نقل الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هل يعقل أنه أنس وهو صغير وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع شيء؟ يعقل خطأ يعني أو لعب وكذا؟ ما يعقل لأنه صغير. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب، صحيح؟ ولا ما لم يضرب ما ضرب. طيب العلماء رحمه الله تعالى يذكروا شروط جواز ضرب الصغير. يعني متى يضرب؟ من؟ الصغير متى يضرب؟ متى يضرب الصغير؟ قال يضرب بشروط، الله أعلم أنها 5 أو 6. طيب الشرط الأول ألا يسرف في ذلك، يعني ما يسرف في الضرب كمية أو كيفية أو موضع، يعني ما يضرب على الوجه ولا يأخذ مثلا صوت ويضرب ضرب حتى يقعد في الأرض، كمية أو كيفية أو موضع ألا يسرف في ذلك. الثاني أن يكون الضرب ممن له ولاية على الصغير، يعني مو كل واحد يمر بهذا يضربه، سبحان الله، ما يضرب إلا من له ولاية عليه، يعني الأب مثلا. الثالث أن يقع من الصغير ما يقتضي الضرب عليه، لأن أنت تعرف أن هناك أشياء يعني أصنع الصغر، هذا الآن لو لعب في الدرس نضربه؟ لا، لأنه أمر طبيعي جدا أن الصغير يلعب، صحيح أم لا؟ خرج إلى السوق، أرسل والد وأعطاه مال، خرج إلى السوق ورجع قال والله أضعت هذه النقود، أمر طبيعي يضيع النقود، صح؟ إيه نعم. الرابع ألا يضرب إلا من يعرف الضرب، أنت تعرف الآن مثلا وجد ولد عمره سنة لو يضربه قد يضحك هذا الصغير، هو ما يعرف الضرب أصلا، صح؟ الخامس هذا المهم، أن يكون الضرب الغرض منه التأديب لا الانتقام لنفسه، أنت تعرف البعض يضرب لأنه ينتقم لنفسه، صح؟ أي نعم، يضرب الزوجة ليش؟ الانتقام لنفسه، ما يصح، مفهوم؟ طيب هذه والله أعلم شروط ضرب الصغير، توفرت يضرب، لكن الأولى أنه لا يضرب كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ نعم. غير هذا ما أخذت سؤال أمس؟ نعم. بالنسبة لاتفاق الجمهور أقوى من الحديث الصحيح؟ نعم. اتفاق جمهور العلماء يعني أقوى من الحديث الصحيح؟ والله هذا السؤال جيد، اجلس. يعني الآن مثلا أنا أشرح السؤال، يعني الآن مثلا تقرأ في كتب الفقهاء فرضية الصلوات 5 ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لماذا أذكر الإجماع؟ ما يكفي الكتاب والسنة؟ إذا ذكر الإجماع معنى هذا سوف يأتينا إن شاء الله في الوسطية أنه الإجماع يعني أجمعت الأمة، ما يستطيع أحد أن يخالفها، ومن خالف هذا كافر. يعني ما يعني عندما قلنا الآن في حكم الصبر قلنا الصبر واجب بالإجماع الأمة، يعني ما يستطيع يخالف في هذا أحد، مفهوم؟ معي أخي؟ نعم. أما قول الجمهور وكذا أجمع يعني أجمعت الأمة على أمور، فرضية الصلاة 5 وجوب صيام شهر رمضان، تحريم الزنا والربا مثلا، هذا الإجماع ما يستطيع يأتي واحد يخالف، والذي يخالف كافر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولا يعرف هذا يبين له رجع تركنا أصل كفرنا، مفهوم؟ وهذا
لا يعني أن الإجماع أعلم من كتاب السنة، لكن النصوص موجودة. ثم بعد هذا أجمعت الأمة إذا ما يمكن يخالف أحد. معي؟ نعم. ضرب القرآن في نجم، ضرب القرآن كيف تتم؟ كيف يعني؟ يعني قراءته في جامعة وقراءته يعني تعليم. هذا من اختبارات؟ سؤال خارج عن اختبارات. الله أعلم. نعم. القراءة الجماعية. القراءة الجماعية بدعة. ولا يستفيد منها الطالب من باب التعليم. أما التلقين يعني تقرأ أنت يعني المدرس ثم الطالب يعيد عليك، هذا يصح طالب واحد. نعم. القراءة في المسجد، رفع الصوت في المسجد، ما رفع الصوت في المسجد، لكن يقرأ، عندما يقرأ الإنسان القراءة لابد من تحريك شفتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به. أما عندما يقرأ هكذا هذا ما يعتبر قراءة، حتى في الصلاة صلاة باطلة، والله أعلم. نعم. وما هي ثمرة الإيمان؟ ثمرة الإيمان بالقدر. ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. قال فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فمن لم، في الحديث أحرق الله بالنار، كفر أكبر. ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر ثمرات، الأول أنه لا يتم الإيمان إلا به، الثاني طمأنينة، إذا آمنت بالقضاء والقدر تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تطمئن. الرابع الثالث ما تندم، صح؟ ما تقول والله لو أني فعلت كذا لكان وكذا وكذا، لأنك تعرف أن هذا الذي قدر الله هو خير لك، مفهوم؟ نعم. مذكورة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر، وكذلك يعني أتينا بإذن الله تعالى في الواسطية. وأيضا نعم يا شيخ وفقكم الله، لعلكم تذكرون شروط إجابة الدعوة، هناك ست نقاط. الله المستعان، تختبرني أو أجلس. شروط إجابة الدعوة. الآن يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن إجابة الدعوة مستحب، إلا دعوة العرس فهي واجب. يعني أنت الآن لو دعوتنا إلى وجبة الإفطار فهذا إجابة الدعوة مستحب، إلا الأخ هذا في دعوة العرس، إذا دعانا لدعوة العرس فهذه واجب، لكن واجبة بشروط. كم؟ ستة، عان الله عليه. الأول ألا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجر، كان البدع. طيب. الثاني ألا يكون في مكان الدعوة منكر، خمر، خنزير، رقص، طار، إلا إذا أمكن الداعي من إنكار المنكر فيجيب لسببين، إجابة للدعوة وإنكار للمنكر. الثالث أن يكون الداعي مسلم، فإذا كان الداعي كافر، قبل كنا مدعو هذا، إذا يكون الداعي كافر حق المسلم على المسلم ست، أما الكافر إذا دعاك أنت مخير، تذهب ولا تذهب، مفهوم؟ ألا يكون الداعي كسبه كله محرم، يعمل في المخدرات مثلا في المسكرات، لكن إذا كان ماله مختلط فهذا يصح أن تجاب دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود أكثر الناس أكلا للربا. كم الآن ذكرنا؟ الحمد لله. الخامس ألا تتضمن إجابة الدعوة ضرع المجيب، هذا الآن صنع لنا العرس أي في سوريا دخول وإشكال بالنسبة لنا، ضرب عليه
فالآن ما تجب علينا إجابة الدعوة. السادس ألا تتضمن إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منها، وهذا المهم. الآن أخواني أنتم تعرفوا، أنا والله لا أدري، يعني عندنا في بعض المناطق العشاء ما يوضع إلا الساعة 12 منتصف الليل، تأتي وتتعشى، تخرج من العشاء تملأ البطن دسم، تشرب الشاي أخضر حتى تصل البيت الساعة 2 منتصف الليل، تتقلب على الفراش تنام ولا تصلي الفجر، والآخ يترك طلب العلم وينزل إلى ريزة إجابة للدعوة، ضيع الدرس وضيع الاختبارات، إضاعة ما هو أوجب منه، مفهوم؟ وقد حتى لا يوصل الجمعة إذا كانت هذه في ليلة الجمعة. ألا تتضمن إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منه، وهذا مهم جدا. وذلك عندنا بعض العلماء ما يذهب أبدا، ألغى الدعوات كلها وارتاح. لماذا؟ لأن الدعوات على هذا الآن في الغالب يا أخي شهر في غير الطاعه، خلق تأكل وتشرب، لا، فهذا لديه درس بعد الفجر ومراجع وكذا، وأنت تعرف أنه أحيانا تأتي دعوة تضيع كل اليوم النهار كل كامل، ضاع ضاع عليك. ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا. إذا هناك دعوة خلي دعوة غداء جزاك الله خير، أو إفطار ما في إشكال. نعم، وسح أن تجي العرس، يعني وليمة العرس في الغداء، نعم، أو قبل المغرب أو كذا يكون أحسن إن شاء الله. طيب، نعم نعم. ما هي مراتب حفظ اليمين؟ مراتب حفظ اليمين الآن أخذها، من يذكرها لي؟ أربع. مراتب حفظ اليمين ذكرنا أربع. الأول ابتداء لا يحلف إلا إذا دعت الحاجة والضرورة. وسط أنه إذا حلف يفي. نعم، لأنه هذا فيه أنه حافظ اليمين. الثالث انتهاء، إن لم يفي يكفر، فإخراج الكفارة دليل على حفظ اليمين. الرابع أن لا يحلف إلا بالله، يحفظ اليمين من الحلف بغيره. نعم، اللي أخذ سؤال انتهى، ما بقى أحد. أخذت سؤال ما يمكن. نعم، ما تحللنا الأسئلة في الماضي، نحلها ما عندنا إشكال. في أسماء وصفات مهمة جدا يعني. لا، الأسماء والصفات تأتي في الوسط، اتركوها. اختبار باب الأسماء والصفات وأنا الشر، اختبار باب الأسماء والصفات هذا اتركوه، أتينا في الواسطة ما في إشكال. نعم، الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، صلى الله على النبي محمد.